الآن إلى الزميلة مريم وأحوال الطقس معها هذا المساء. مساء الخير مريم. مساء الخير نادين. مرحبا بكم. تشهد المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية نشاطا واضحا للرياح المحملة بالأتربة والغبار، وتؤثر هذه الرياح المغبرة على المناطق الوسطى إلى جانب المناطق الغربية المطلة على البحر الأحمر من المملكة العربية السعودية، وتكون سماء غائمة جزئيا على وسط وغرب المملكة، وهناك تشكلات أيضا لهذه السحب على المناطق الجنوبية الغربية من البلاد. وقد توقع باحث فلكي عضو في الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك هطول أمطار غزيرة هذا العام لم يشهد لها مثيل منذ 40 عاما على منطقة الجزيرة العربية وإيران، وذلك نتيجة لتأثير الدورة الشمسية 24 والتي أدأت في العام الحالي على الأرض. ووفقا لصحيفة شرق السعودية هناك توقعات لأن تتأثر الرياض بسيلان وادي حنيفة وروافده والذي ينبع من الحيسية مرورا بالعينة والسدوس إلى الدرعية وعرقة والحاير والخرج، محذرا من خطورة هذه السيول على مدينة الرياض كون أن مجاري هذه الأودية جميعها مغلقة حاليا باستراحات ومقار شركات ومستودعات وغيرها. موجة الأمطار على الجزيرة العربية والعراق عادة تبدأ مع دخول الموسم في 16 من أكتوبر من كل عام، عندما يبدأ تأثير منخفضات البحر الأحمر ومنخفض السودان ومنخفض البحر الأبيض المتوسط ويستمر مدة 52 يوما. أما بالانتقال الآن إلى درجة الحرارة بأرقامها المتوقعة اليوم غد على مختلف المناطق السعودية، فدرجة حرارة 40 على مختلف المناطق ومعنا الدمام 38 درجة مئوية. انخفاضات واضحة في درجات الحرارة على مختلف المناطق الجنوبية الغربية من البلاد، وهناك تشكلات لبعض السحب الركامية واحتمالات تساقط أمطار على أبها التي تسجل معنا 22 درجة مئوية. أما جدة فمعنا 34 درجة مئوية وهناك تشكلات لبعض السحب المتفرقة. فيما يخص باقي المناطق كالباحة ومكة المكرمة هناك أيضا احتمالات لتساقط أمطار غزيرة عليهما. مشاهدينا فيما يخص حركة السحب الركامية على مختلف المناطق في المملكة العربية السعودية هناك تشكلات واضحة لهذه السحب على المناطق الجنوبية الغربية وتحديدا على كل من عسير جازان أبها امتدادا إلى مرتفعات المدينة المنورة ومكة المكرمة. سرعة الرياح خفيفة على مختلف المناطق في المملكة العربية السعودية ولا تتجاوز سرعتها 15 كيلومترا في الساعة. كان هذا كل شيء، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة.